واحد بيقول لي ما تعيطش لايف، هعيط لايف. عياطي عياطي قوة، يلا. انا متغرب فبعد انا وخايف اقرب، عشان بتحكم على نيتي طول الوقت. اشكرك، اتمنى يكون الشحنة دي كلها كده على بعضها بحلاوتها تعجبك. انا محتاج انطلق لان انا رايح اقابل زي ما قلت لك مذيع في فوكس نيوز وزوجته، عشان هم قلبهم وجعهم على اللي حصل لاخويا وعايزين يساعدوني. انا بتمنى لك. على فكرة اسراء مشيت، وانا تفتكر ان انا هزعق كده واسراء جنبي؟ اسراء مشيت وقفلت الباب وتلاقيها حاطة سماعات في ودانها وقاعدة بترسم في حتة بعيد عني دلوقتي. محمد الزعيم بيقول لي هتتحل باذن الله. الجزيرة لما تممت ثورة المصريين ورجحتها كانت بيبيع كراهية. انت بتقول اي كلام؟ ايوه كانوا بيبيعوا كراهية، كانوا بيبيعوا كراهية. انا ما بقولش اي كلام، واحترم نفسك معايا. هو الجزيرة بتنقلك الحقيقة ولا بتنقلك الكذب؟ الجزيرة بتكلمك كلمة عن قطر ولا الانظمة العربية؟ قعدوا طول الوقت بيكسكسوا للسعودية، طول الوقت مكسكسين للسعودية، طول الوقت مكسكسين للسعودية. أول ما زعلوا مع السعودية بدأوا فعلا ينتقدوا السياسات السعودية. يعني أنت يا مذيع بالزنبلك يا بتاع الجزيرة، مش حاسس إن أنت زبالة لما طول الوقت شايف الدنيا غلط وما بتتكلمش؟ وأول ما الزنبلك، أول ما الفلوس تتعدل ويقول لك لا اتكلم، هو مأجرك يلا، ده مأجرك يلا، أنت متأجر ليه؟ بتشرشح بفلوس زي ما كده الراجل مأجر أحمد موسى كده بفلوس. لازم تفهم إن الإعلام الحقيقي هو اللي بيعلم الناس مش بيجهلهم، والجزيرة بتجهل مش بتعلم، والقنوات المصرية بتجهل مش بتعلم، الجزيرة بتجهل مش بتعلم، لأنها بتكذب في شرح الواقع، لأن الواقع إن الأمير تميم بيحبس الناس زي في بلده زي ما هو زعلان إن السيسي بيحبسهم في بلده. الفرق بس إن السيسي بيسوق بلد فيها 100 مليون والباشا تميم بيسوق بلد فيها كم 100 ألف واحد ومعهم كمية فلوس وبترول. ما هو على فكرة السيسي مرة قالها، بس هو في دي عنده فيها حق. على فكرة هو في دي عنده فيها حق، وعلى فكرة مش عيب السيسي يبقى عنده حق مرة. انت اللي جاهل بس عايز على طول تقعد طول النهار تتريق ظريف يلا ظريف، بس الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان الواقع مش ظريف، فاستظرافك مش حاجة ظريفة. الراجل ده بيقول حق احيانا، فهو مثلا شايف القطريين شادين حيلهم على مصر، هو عند وخلاص خناقة عند وهي من ناحيتين مش عند من ناحية. ما هو المصريين برضو شادين حيلهم هم والسعوديين والاماراتيين على القطريين، خناقات بقى وقاعدين نقطع في بعض كعرب. لو انت عربي اسمع مني يا صديقي، اللي بيحصل ده عيب، واحنا معانا حلول كتيرة للعالم ومشاكله، بس احنا نحل ونفوق لنفسنا الاول ونصحى ونبطل ضرب في بعض وقتل في بعض. ده بقوا يقتلوا الناس في السفارات بالاسد، بياخدوا يقتلوا بياخدوا يخنقوا ويعذبوا وبيعذبوا، بعد كده يخنقوا، بعد كده يحطوا في مية نار عشان يتصفى، عشان ياخد الجثة في شنطة ويطلع يرميها. قال لك لمتعهد لوكال، والله كانوا مسمينه كده متعهد محلي. يعني السفارة السعودية مطلعة بيان بتقولك متعهد محلي، متعهد جثث، ده مجرم يعني، واحد شغال معاهم مجرم. يا ترى ايه الجرائم التانية اللي عملها المتعهد المحلي؟ والاخ سفير السعودية فين اللي كان طالع بيكذب وبيقول ما حصلش حاجة هنا وعمال يفرجنا؟ طبعا اختفى. ما هو كله كده، كله كده، ما بقاش فيه كرامة، ما بقاش فيه إنسانية. أنا دلوقتي فايت بيا وأنت بتتفرج عليا وأنا حقيقي وبقول لك ما تخافش عليا، بس أرجوك ساعدني. عرفت ساعدني إزاي؟ هاشتاج فري إيجيبت، واشتغل بقى، اشتغل بقى، ما تقعدش قولي أنا نفسي أساعدك ومش عارف أساعدك إزاي. ساعدني إنك تكتب رأيك وتعبر عنه حتى لو الناس كلها هتتريق عليه، بس خد بالك ما تكتبش حاجة تندم عليها، خليك هادي. ما تشتغلش لعبة الغضب اللي لعبها وائل غنيم، مش لعبة حلوة على فكرة والله، خسرتني كتير بالمناسبة. وفي احتمال يكون اخويا دخل عشان لعبة الغضب، بس هم كانوا هيدخلوه. بص خد بالك من حاجة، هو في الاخر مش زعلان من قلة الادب، هو زعلان ان انا بقى عندي تأثير وتأثيري بيرجع. على فكرة القنوات الاجنبية NPR الفشيخة بيخشها 1800 واحد في اللايف بتاعهم، يعني انا دلوقتي بنافس NPR اللي في امريكا في الفيسبوك بتاعهم. انا عايز اتفرج على الجوكر، الناس كلها عماله تقول لي الجوكر الجوكر، يا عم الجوكر ايه بس؟ ما ماشي، ابعتوا لنا ايميل نفوق لنفسنا الاول. عبد ابراهيم بيقول لك صح الصح، العيب فينا احنا، وعلى فكره العيب فيك لان انت اللي خانع، وانا لما هطلع قصاد الامريكان مش هطلع خانع، مش هطلع النظريه بتاعت بصوا يا جماعه بيعملوا فينا ايه، ابوس ايديكم يا جماعه، عمو ترامب، لا مش هعمل كده، بس هتكلم كلام منطقي وواضح ويوجع بس.
سؤال منطقي وواضح ويوجع. وعلى فكرة انا غالبا بفكر اعمل نداء للرئيس ترامب ان هو يساعد اخويا ان هو ياخد غيارات ويشرب مية، مش هكلمه ان هو يطلع اخويا، انا هقول له بص يا ريس، هعملها له كده فيديو بعد ما اسأل صاحبي بتاع فوكس نيوز هل اطلع في فوكس نيوز ولا اعملها في فيسبوك واشوف رأيه. هعملها له واقول له انا مش عايز، انا عايز بس تدي مكالمه عشان البوم، انا عارف ان انت ممكن ما اعرفش هتحس بيها ولا لا، واحتمال هو ما تجيلوش اصلا مش مشكله، بس دي خطوه من الاف الخطوات اللي هعملها، الاف اوعدك. طول ما انا قاعد عمال تطلع في دماغي افكار وهطلعها كلها، وانت على فري ايجيبت تطلع افكار. لو على فكره لو الف واحد مننا بس كل يوم كده قاعد عمال يظبط افكاره ويهدى، بس ما تطلعش افكار سنفتحهم يا مش عارف ايه، لا بلاش افكار جهله، بطل خناقات صفرية، فكر ازاي نقرب من بعض، فكر ازاي تأبيل لواحدة سيساوية. انا في مثلا ناس سيساويات وسيساويين، وانا بقول مش مفروض ما اقولهاش كده، مؤيدين للفريق للمشير السيسي، انا اسف من سيساوي دي، انا بقول في ناس مؤيدة للمشير السيسي بشكل منطقي بتفرج عليا بيقول الله طب ما الراجل ده شكله طيب، وانا طيب على فكرة، انا طيب، وانا ما هو انا ما اعرفش افتح قلبي كده حضرات الساده الضباط اللي بتتابعوني الا لو انا طيب، ما اعرفش اعترف لك ان انا بحشش قدام الكاميرا وانا عارف ان انا هخسر ترافيك، ما انا ممكن اخش واكسب ترافيك واعمل نفسي ممثل، وانت تحب الفيرجن والمصمص شفايفنا كلنا مع بعض وما يحصلش حاجه، انا بقول لك الوضع في خطر والبلد مش مستحمله عصبيه زياده. محمد عليان بيقول لي خلي فوكس نيوز تنفعك مكانك رايح، انت كده مش ذوق وعديت حدودك فهتطلع بره، وانا ما عنديش مشكلة على فكرة اللي يقل ادبه عليا يطلع بره، انا مكاني مش رايح، انا مكاني في قلب ناس كتير وهيفضل موجود، انت اللي مكانك رايح لان انت بيتعمل لك بلوك ومش هتتفرج علينا تاني. ليه؟ انا ما عنديش مشكله على فكره مع حد يقدر ظروفي ويعترض عليا يقول لي على فكره يا وائل اللي انا شايفه ده غلط واللي انت بتعمله ده مش صح وكذا كذا كذا، ده ادب. لكن واحد يقول لي مكانك رايح وخلي فوكس نيوز تنفعك، ده بيشرشح لي، وهو اللي بيشرشح لي انا مش هشتمه، انا هعمل له بلوك بس. كلكم داخلين خناقات صفريه مع بعض وكله عايز يهد بعضه، انا مش جاي اخش خناقه صفريه، انا جاي اقول لك ان انا بقدم السبت وبقول لك انا برضو مش هسيبك تديني على قفايا زي كل مره، انا ما باخدش على قفايا تاني خلاص، انا وقفت اخد على قفايا. محمد عليان انت دخلت كذا مره، اتكلمنا رايح جاي، اتكلمنا رايح جاي، اتصاحبنا على بعض، دخلت تتنطط عليا وتشتمني وبتقول لي خلي فوكس نيوز تنفعك، هتنفعني وهتشوف، هتنفعني وهتشوف، بس مش من دون الله، انا اصلا متوكل على الله، انا متوكل على الله. الست دي على فكره والله العظيم اللي هي اللي بعتت لي، والله العظيم انا ما بعتت لها، واقسم بالله العظيم بعتت لي رساله بتقول لي يا وائل طمني ايه اللي حصل، ما ردتش عليها، بعديها بيومين بعتت لي رساله تانية بتقول لي يا وائل ما اعرفش شفت الرساله لو سمحت طمني ايه اللي بيحصل لاخوك، فبعت لها رساله وقلت لها انا حصل كذا 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 وانا محتاج مساعده، قالت لي بيتي مفتوح تعالى وفلان موجود برده وتعالى نتكلم، فرايح ازورهم، رايح ازورهم كمان شوية. يلا سلام يا شباب.